أذكر وقد خلقكم أطوارا. ابن آدم ده مخلوق بالأطوار، الله ذكر الأطوار سبحانه وتعالى في مواضع في القرآن، مثال واحد بس هناك في سورة المؤمنون الصفحة الأولى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. آدم عليه السلام أول واحد من البشر من طين، والتاني باقي البشر. ثم جعلناه نطفة، نطفة في قرار مكين هناك في الرحم، بعد النطفة ثم خلقنا النطفة علقة. دي ابن آدم كذا، في زول بيقدر يشتغل الشغل ده؟ من نطفة قلبها علقة، نطفة من ماء مهين، من ماء مهين قلبها علقة. العلقة يعني الدم الذي يعلق في الرحم، دم متجلط. بعد الدم حولوا شيء تاني، فخلقنا العلقة مضغة، بعد 40 يوم حولوا من علقة للحمة بقدر ما يمضغ، قدر رحمة الشيء بس زي من هذا كذا لحمة صغير. فخلقنا المضغة عظاما، من لحم قلب عظام، لجاية يدين كرعين والراس والجمجمة العظام. فكسونا العظام لحمة، تعالى عظام شايفوا الهيكل العظمي ده، داو لحم وعروق وأعصاب ومفاصل ومواد لزجة وغيره، أجهزة جوا أجهزة، جهاز هضمي يأكل الشلب من برا لكن ما بيأكل باقي اللحم الجوا، تدي لحمة من برا بيأكل لكن اللحم الجوا ما بيأكل اللحم اللي في الجدران بتاع المعدة. وجهاز تنفسي شغال، مضخات شغالة، ورئتين وكبد فشفاش، حاجات كثيرة شغالة، عمليات جوا تاعت نظافة 36 مرة و 34 مرة نظافة للموية وتصفيات ومصافي وأشياء. عربية يقول لك اوه دي يابانية تاجر اقوى عربية، كل مدة يغيروا لها المصافي الزيت الشنو، لاقاك زول رافع انه بعفريته بغيروا له فيليستيك، ما اغير زبير، في زول بيغيروا له زبير ما في اجل. قال لك فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، بقى طفل، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا بيقدر يشغل زي ده الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي الكبير، محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، كان بيدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال أمهر الأطباء، أمهر الأطباء لا يستطيع أن يفعل مثل هذا الفعل. قال عملية من غير مشرط، قال لي ما سمعنا بها، يعني الله سبحانه وتعالى فوق العرش وهنا انت شغال عمليات، انت ما جايب خبر، يعني لما الطفل ده كل مرة بتحصل فيه فتحات وقفلات وشنون قوة وكذا، العمليات دي كلها البطن مقفولة، يعني الله بيخلق فيك جوا انت جوا بطن الأم، وما في شريط، ما في شريط عشان تخش العمل بس كذا. فذي عظمة من الله سبحانه وتعالى قوة، فابن آدم ده يعرف تماما يعظم الله حق التعظيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.